قلة العقل والتهور ما يمكن يجيبوا الإنسان غير الهلكة، وهالشي اللي كينطبق لحديث الدهس اللي وقع البارح الأربعاء 11 مارس قرب واحد المؤسسة التعليمية في مراكش. التهور الخوت باش نكونوا منصفين كاين من الطرفين كما تبعنا فيديوهات من زوايا مختلفة. التهور كاين التلاميذ والسائق كلهم متهورين. لو تعقل بعد التلامذ اللي شفناهم في الفيديو كيضربوا الطوموبيل ما كانش يوقع هاد الشي كله، ولو ان ذلك ما يشرعنش اللي دار الشيفور وكاد يتسبب في قتل ديال بزاف التلامذ، وكذلك لو تعقل الشيفور وخلى الامور تدوز بسلام ما كانش يوقع هاد الشي كله، كان خصو يضبط اعصابه وكل شي يدوز مزيان. وكنستغل المناسبة باش نقولوا للجميع بلي العقل هو أحسن رأس مال يمكن يمتلكه الإنسان، وإلا غاب العقل مشى كل شيء، كل شيء يروح ويقدر نلقاو ريوسنا في شي مشاكل احنا في غنى عنها، وما يمكن عفوا ما يمكن تجيب لينا غير الهلكة والمشاكل كما وقع في هذا الحديث ديال مراكش واللي وقع بالضبط في مقاطعة سكيليز، وهانتم شفتوا فين وصلت الأمور. الحديث وقع البارح الاربعاء مع 12:30 تقريبا من اللي كانوا التلامذ ديال ديك المؤسسه الموجوده زنقه عقبه بن نافع بحي اسيف كانوا خارجين من الحصه الصباحيه ماشي لديورهم ياكلوا ما تيسر من اكل، لكن للاسف وقع ما لم يتوقعه احد، ولولا الالطاف الالهيه لوقعت الكارثه. بدا المشكل بين بعض التلاميذ واقول البعض والشيفور ديال الطوموبيل ديال شي شركه اللي بيعت التجهيزات المنزليه. هادشي قبل ما يتحول الامر الى فوضى بعد ما هاجموا التلامذ او البعض منهم الطوموبيل قبل ما يركب الشيفور راسو ويدير ديك الحماقه بتهور كاد يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، بل ادى لاصابه صفوف التلاميذ وخسائر في السيارات في الدراجات الناريه. الشيفور قاس 4 التلامذ كيقراو في 2 مؤسسات خاصه اللي تصابوا بجروح قبل ما يحصروه التلامذ والناس اللي كانوا دايزين في هاد الزنقه، خاصة من اللي كان كيزيد ويرجع بالطوموبيل محاولة منه للدهس ديالهم وإخلاء الطريق من المتجمهرين باش يهرب براسو. هادشي ضاعف الإصابات وخسائر السيارات والموتورات. هاد المنامة كما كيقولوا المغاربة، وهي في الحقيقة ماشي منامة، سالات باعتقال الشيفور اللي عبر على الندم ديالو، لكن فاش ينفع هاد الندم؟ تصوروا أنك قتلتيهم أو حتى في هاد الاصابات اللي تصابوا بها واش كتعرف شنو شحال يمكن يعيشوه من تبعات نفسيه جراء اللي تعرضوا ليه وهم اللي شافوا الموت بعينهم؟ اكيد ان المشاكل النفسيه والتبعات الحادثه تكون وخيمه عليهم. للاسف حتى حد ما يتصور الحاله اللي فيها التلامذ المصابين ولا صحاب الطوموبيلات والموتورات اللي تقاسوا، والله يحسن العوال. واللي ارتكب الذنب يستاهل العقوبه، والعقوبه اللي كتنتظر الشيفور اللي تحال على الجهه القضائيه المختصه بهذا الملف تقدر تكون قاسيه. الله يهدي ما خلق وصافي. بنادم ما يخسر والو الا حكم وتحكم في اعصابه ودارها في الثلاجه، على الاقل يسلم من الشيء اللي يمكن يوصل له بحال هذا الشيفور. ولو كان ميك وخلى منين يدوز الماء كما كيقولوا المغاربه ما كانش يوصل للشيء اللي هو فيه دابا من معاناه وسط الزنزانه البارده. نتمنى يكون هذا الشيء اللي وقع في مدينة مراكش درس للناس المتهورين اللي كيركبوا ريوسهم وكيعتبروا ريوسهم ربما فوق القانون، ومنهم عفوا ناخذوا العبرة ونعرفوا كيفاش نتحكموا في أعصابنا في لحظة الغضب. مهما فارت الأعصاب يقدر نتحكموا فيها بسهولة وبما أوتينا من إمكانيات ذاتية خاصة النفسية. في انتظار فيديو جديد دمتم أفياء لقناة مروكان كريم تي في الجريمة المغربية، ولا تنسوا الاشتراك بالنسبة للذين لم يبادروا بذلك حتى يصلكم الجديد في حينه. أما بالنسبة للمشتركين فننتظر تفاعلكم وملاحظاتكم وبصمة مروركم بتعليق أو ملاحظة كما نقول دائما، لأن كل تفاعل منكم يهمنا ويوجهنا في لاحق الفيديوهات. وعلى فكرة وقبل أن أختم، لعندكم رجاء كما قلت في فيديوهات سابقة، لما تستعملوا كلمات نابية في التعليقات ديالكم حيت حشومة هادشي. احنا هنا باش نصلحو ونعرفو كيفاش نتعاملو مع بعضياتنا وباسلوب لبق، ماشي باش نتسبو او نتعايرو او نبخشو مجهودات الغير. وشكرا جزيلا على تتبعكم واهتمامكم.